السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کو دوسرے پارے کا سبق نمبر 9 پڑھانے جا رہا ہوں، آئیے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب دبا کر بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔